اهلا وسهلا بيكم في الجزء الاول من المحاضره الثالثه من مقرر تقنيه التصوير الطبي. المحاضره الثالثه عن موضوع التصوير بالرنين المغناطيسي. هنتكلم في المحاضره الثالثه عن فكره عمل اجهزه التصوير بالرنين المغناطيسي، عن انواع التصوير بالرنين المغناطيسي، عن تعريف بالاجهزه الحاليه وقراءه الصور، عن عوامل السلامه في تصوير الانسان. هنركز النهارده في الجزء الاول على فكره العمل. هنبدأ المحاضرة بمثال تقديمي. هنسأل سؤال: كيف يمكن التعرف على عدد الأشخاص الذين يحملون اسم فريد في حشد؟ لو تخيلنا عندنا حشد بالشكل اللي احنا شايفينه هنا كده، زي ما احنا شايفين اكننا بنبص على جمهور في استاد رياضي، عايزين نعرف كام واحد اسمه فريد في الحشد دوت. ممكن الإجابة تكون بالشكل التالي: أول حاجة نستعمل وسيلة للنداء على فريد يسمعها الجميع، ممكن نستعمل حاجة زي ميكروفون وننادي على اسم فريد في الحشد اللي موجود هنا دوت. هنسمع الرد من كل من اسمه فريد في الحشد دوت، ونقيس قوة الرد بالنسبة لمستوى رد شخص واحد. يعني احنا لو عارفين ان في شخص واحد بيبقى مستوى صوته حد معين، ممكن ان احنا لو عندنا عدد من الاشخاص ممكن نقيسهم بشدة الصوت بتاعة شخص واحد، ونقدر نعرف فيه كم عدد من الاشخاص موجود. فلو احنا عملنا نداء فريد بالشكل ده كده، بعد فترة هيطلع لنا الرد بالشكل ده كده، كل من اسمه فريد هيرد. الرد ده ممكن نقيسه، يعني نقيسه ان احنا نسجله بميكروفون بالشكل ده كده، ونحلله بعد كده عشان نعرف كم عدد من اسمهم فريد في الحشد اللي احنا بنتكلم عليه. طب لو احنا خدنا المثال ده خطوة ازيد شوية، هل يمكن رسم خريطة لتوزيع الاشخاص الذين يحملون اسم فريد في الحشد نفسه؟ يعني الحشد اللي احنا كنا بنتكلم عليه عايزين نرسم له خريطة. لو عايزين نقسم مثلا الحشد دوت لمجموعة من المربعات بالشكل ده كده، وعايزين نعرف في كل واحدة من المربعات دي في كام واحد اسمه فريد موجود داخل كل مربع منهم. فالإجابة هنا بتبقى هي ان احنا نقسم الحشد لمربعات زي ما احنا شفنا كده، وبدل ما كنا بنقيس قوة الرد بتاعة الحشد كله، بتاعة كل الأصوات اللي جاية من الحشد كله، هنقيس قوة الرد في كل مربع. يعني المربع ده مستقل لوحده، وده لوحده، وده لوحده، وده لوحده، وهكذا، ونعرض قوة الرد في كل مربع في شكل خريطة. يعني لو احنا بصينا على الحشد دوت، احنا عندنا قسمناه 4 في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. فمعنى كده لو احنا خدنا كل مربع من دول وحطينا له الشدة بتاعته هنا، يبقى معنى كده احنا رسمنا خريطة لتوزيع الاشخاص اللي اسمهم فريد داخل الحشد دوت. لو انا عندي اللون بتاع المربع لونه قريب من الابيض، معنى كده ان قوة الرد كانت عالية. لو كان في عندي مربع لونه اسود، يبقى ما كانش في حد اسمه فريد موجود في المكان دوت. هنلاحظ حاجة لطيفة جدا، ان احنا عندنا المربعات الموجودة في العمود الثالث والعمود الثامن اللي موجودين عندنا هنا، دول عبارة عن السلالم، مفيش اي حد موجود فيهم خالص. فمعنى كده بنتكلم ان احنا اكيد دول هيكون شكلهم بالشكل ده، كلهم لونهم اسود. الاربع مربعات الموجودين هنا 1 2 3 4 و1 2 3 4 كلهم لونهم اسود زي ما احنا شايفين هنا كده. فلو احنا بصينا على الخريطة اللي احنا رسمناها، نقدر على طول نميز الاماكن اللي فيها السلالم دي، في اماكن اللي فيها اللي مفيش فيها جمهور موجود، لان مفيش اي حد هنا هيرد خالص على النداء اللي انا ارسلته للحشد دوت. فبالتالي احنا هنا ممكن نرسم بمنتهى البساطة خريطة لتوزيع الاشخاص اللي بيبقى ليهم اسم معين في الحشد اللي احنا بناخده كمثال دوت. ايه علاقة الكلام اللي احنا قلناه في المثالين اللي فاتوا بالتصوير بالرنين المغناطيسي؟ في الحقيقة التصوير بالرنين المغناطيسي هو عبارة عن رسم خريطة لتوزيع ذرة الهيدروجين داخل الجسم. يعني لو احنا قارناه بالأمثلة السابقة، هنلاقي ان الحشد هو عبارة عن كل الذرات داخل الجسم. يعني كل الناس اللي قاعدة، الجمهور اللي كان قاعد جوه في الاستاد دوت، كان كل الذرات بتاعة الجسم. فريد اللي احنا نادينا عليه دوت هو عبارة عن ذرة الهيدروجين. الخريطة بتاعة توزيع الأشخاص اللي احنا عرضناها من شوية هي دي عبارة عن صورة الرنين المغناطيسي اللي احنا بنحصل عليها ليه بشكلها بالمنظر ده كده. دي عبارة عن صورة بس الدقة بتاعتها عالية جدا، ما هياش 4×10 زي التانية، لا ده احنا ممكن نتكلم مثلا دي 512×512، فالنقطة هنا صغيرة جدا. هنلاقي لو احنا بصينا على نقطة بيضة مثلا هنا يبقى معناها ان في ذرات هيدروجين كتيرة موجودة. لو خدنا نقطة هنا في الخلفية اللي مفيش فيها اي حاجة خالص هو الهواء اللي موجود حوالين الشخص، هنلاقي ان مفيش تقريبا ذرات هيدروجين موجودة او فيها ممكن يبقى في واحدة ولا حاجة بس قليل جدا. فنقدر على طول نميز ان احنا الشكل اللي قدامنا دوت هو عبارة عن حاجة ممثلة فعلا لتركيز ذرات الهيدروجين، وبالتالي نتيجة لأن ذرات الهيدروجين داخلة في تكوين كل الأنسجة الحيوية بتبقى فعلا مديانا صورة قريبة جدا من الشكل التشريحي بتاع الجزء اللي احنا بنصوره. المشكلة بقى اللي عندنا دلوقتي هي كيف يكون التواصل بالنداء والرد مع ذرات. احنا شفنا المثال اللي فات والتعديل بتاعه، احنا كنا بننادي بميكروفون. هل احنا عندنا طريقة زي كده نقدر نتكلم فيها مع ذرات؟ ده اللي هنشوفه في الشرائح الجاية. علشان نقدر نفهم طريقة التواصل مع الذرات لازم نشرح حاجة بنسميها ظاهرة الرنين المغناطيسي. ظاهرة الرنين المغناطيسي هي عبارة عن ظاهرة فيزيائية وصفها العالمان الفيزيائيان بلوك وبورسال بطريقة مستقلة، يعني كل واحد فيهم عمل نفس التجارب وطلع النتائج بتاعته من غير ما يعرف ان العالم التاني بيشتغل فيها، وده كان في عام 1946. الظاهرة الفيزيائية دي بتتوصف ان نواة بعض الذرات، مش كل الذرات، لها خصائص تجعلها كمغناطيس صغير. يعني ممكن نبص مثلا على لو دي النواة مثلا ممكن نمثلها كأنها مغناطيس صغير له قطب شمالي وقطب جنوبي وله مجال مغناطيسي، نفس المغناطيس الصغير اللي احنا بنشوفه في حياتنا العملية، بس طبعا حجمه بيبقى صغير جدا. دي طبعا لازم نركز انها مش كل الذرات، لا دي بعض الذرات بس اللي فيها الخاصية دي. في الحالة العادية المغناطيسات الصغيرة اللي هي عبارة عن الأنوية بتاعة الذرات ديت بتبقى موزعة بشكل عشوائي في الجسم، وبالتالي محصلة جمعها بتكون صفر. يعني بيبقى شكلها حاجة بالمنظر ده كده، كل واحدة من المغناطيسات دي رايحة في اتجاه معين، وبالتالي مفيش أي محصلة في اتجاه معين تقول لنا إن في مجال مغناطيسي هيبقى موجود في اتجاه معين عشان نقدر نقيسه. أما إذا وضع الجسم نفسه في مجال مغناطيسي قوي بتصطف اتجاهات معظم الأنوية مع اتجاه المغناطيس، وبالتالي يكون لها محصلة. يعني بنلاقي إن المغناطيسات دي ابتدى يبقى لها اتجاهات يا إما مع يا إما عكس اتجاه المجال المغناطيسي القوي اللي موجود دوت، بس العدد اللي بيبقى مع المجال المغناطيسي بيبقى أكتر بكتير. وبالتالي نقدر إن احنا نقول إن في الآخر بيبقى مجموعة الذرات دي بيبقى لها محصلة عبارة عن مجال مغناطيسي. والمجال المغناطيسي ده الحقيقة هو ده اللي بنحاول نقيسه، وهو ده اللي بالنسبة لنا هو عبارة عن شدة الرد اللي احنا بيجيلنا من النداء للذرات بتاعة الهيدروجين. طريقة التواصل بقى مع الأنوية ديت عن طريق إرسال موجات راديو لها تردد رنين معين يمكن حسابه بدلالة نوع النواة وشدة المجال. يعني الذرات دي اللي هي الأنوية اللي بيبقى فيها ظاهرة الرنين المغناطيسي دي فيها خاصية مهمة جدا، إن لها تردد بيبقى يعني خاص بيها. لو انا بعت لها موجات راديو على التردد دوت هي بتقدر ان هي تستجيب، بتسمع النداء دوت وتقدر ان هي تستجيب. يعني الحاجه اللي انا ناديت عليها مثلا لو ناديت على ذره معينه، هي نفس الحاجه اللي انا بعتها هي هتبعتها لي تاني بعد فتره وجيزه، والفترة الوجيزة دي بتعتمد طبعا على نوع الذرة، وتبقى طبعا برضو التردد نفسه اللي هو بتردد الرنين دوت ده ممكن ان احنا نحسبه بطريقة دقيقة بدلالة نوع النواة نفسها وشدة المجال المغناطيسي اللي هي موجودة فيه. فبالتالي احنا دلوقتي بقى عندنا ظاهرة الرنين المغناطيسي دي بتدينا وسيلة ان احنا نتواصل مع انوية الذرات اللي احنا مهتمين بيها عن طريق ان احنا نبعت لها ونستقبل منها موجات راديو بترددات معينة. عشان نفهم برضو فكرة التواصل مع الذرات، احنا قلنا ان احنا بنتواصل معها عن طريق موجات راديو. خلينا ناخد مثال بتاع اشارات الراديو من محطة الارسال عبر الاثير. محطة الارسال بترسل اشارتها باستعمال موجات الراديو. تستعمل كل محطة تردد خاص بها لا يشاركها فيه أي محطة أخرى. المستقبل يستطيع أن يتلقى إشارة المحطة إذا ضبط جهازه على تردد إرسالها بدقة، أي في وضع رنين مع تردد المحطة. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي جهاز الإرسال أو محطة الإرسال بتبعت موجات راديو موجودة في جميع الأماكن، ولو انا عندي جهاز راديو بسيط بالشكل ده كده اقدر اولف الجهاز الراديو دوت على التردد اللي انا عارف ان المحطه اللي انا احب اسمع لها موجوده فيه، وبالتالي بقدر ان انا استمع للمحطه دي. لو انا دلوقتي في نفس المكان دوت وما كانش فيه ارسال ما بستقبلش اي حاجه خالص، لو كان فيه ارسال بقدر استقبل. لو كان التوليف بتاع المحطه خاطئ، لو فرضا المحطه عند 800 عند 80 مثلا هنا، وكان التوليف عند 160، انا مش هسمع اي حاجه خالص. لو كل الناس اللي في الدنيا الراديوهات بتاعتهم مولفه على نفس التردد المظبوط بتاع المحطه، كلهم هيسمعوا المحطه دي. لو مفيش اي حد منهم الجهاز بتاعه مولف على المحطه، مفيش اي حد هيسمع خالص. فبالتالي الرساله اللي مبعوثه من المحطه هيسمعها بس الراديو، الجهاز الراديو اللي هو مولف على التردد الخاص بتاع المحطه، وبالتالي بقول ان الجهاز بتاعي في حاله رنين مع المحطه. نفس الحكايه بقى ممكن تحصل برضو عن طريق التوكي ووكي اللي احنا يعني بنشوفه طبعا مع اجهزه الشرطه وغيرهم. بيبقى في عندنا جهاز ارسال واستقبال، هو نفسه الجهاز، هو نفس جهاز الارسال، هو نفسه جهاز الاستقبال. بيبعت عن طريق ان هو بيبقى في عنده حاجه زي محطه رئيسيه كده هو بيتواصل معاها، وهي بس بتكبر الاشاره وتبعتها تاني علشان يقدر واحد في مسافه بعيده مثلا يقدر يسمعه. ففي التوكي ووكي برضو الحقيقه بيبقى في عندي برضو تردد خاص ليه مثلا موجات مثلا بتاعه الشرطه. الموجات الشرطه دي بتبعت عليها، وطالما الجهاز اللي موجود الجهاز الثاني ده متولف على نفس التردد بتاع الجهاز الاولاني، هما الاثنين يقدروا يبعتوا ويستقبلوا في نفس الوقت. ففي الحاله دي الحقيقه نقدر برضو نقول ان الجهازين دول في وضع رنين مع بعض. ونلاحظ طبعا ان احنا ما نقدرش ان احنا نبعت ونستقبل في نفس الوقت، لازم ده يبعت وده يسمع، وفي الاخر ده يبعت وده يسمع. ما ينفعش ان هم طالما هم الاثنين على نفس التردد، ما ينفعش هم الاثنين يتكلموا ويسمعوا في نفس الوقت، لازم واحد يتكلم والتاني يسمع. فده برضو مثال لفكره التواصل مع ذرات، عشان بس نقدر نتخيل بعد كده ذرات هتتواصل ازاي مع جهاز الرنين المغناطيسي. طريقه التواصل الفعليه بقى مع الذرات، ان احنا اول خطوه بنبعت موجات راديو على تردد نواة ذرة الهيدروجين. في الحالة دي نواة الهيدروجين بتعمل كمستقبل راديو مولف على هذا التردد، يعني أنا كأن الجهاز بتاعي هو محطة الإرسال والنواة بتاعة الهيدروجين هي محطة الاستقبال، أو هي عبارة عن جهاز الراديو بتاعي. فبتسمع نواة الهيدروجين النداء اللي أنا بعته دوت، في حين لا تسمعه الأنوية الأخرى لأن تردداتها مختلفة. اتخيل بقى ان الانويه الاخرى بتاعه الذرات الثانيه هي عباره عن اجهزه راديو مولفه على محطه مختلفه، فبالتالي المحطه اللي هي الخاصه بتاعه الهيدروجين دي ما بيبقاش لها اي تاثير خالص على اجهزه الراديو الاخرى او على الانويه الاخرى. الخطوه الثانيه ان رد نواه الهيدروجين بقى يبتدي يحصل بعد النداء ما يتم، وبترد نواة الهيدروجين بإرسال موجات راديو بنفس التردد هو. وفي الحالة دي بيبقى كأن ذرة الهيدروجين بتاعتي أو نواة الهيدروجين بتاعتي بتعمل كمحطة إرسال راديو على التردد ده، وما يتم استقباله على هذا التردد هو من الهيدروجين فقط. يعني لو أنا بستقبل، لو أنا عندي دلوقتي ذرة الهيدروجين بتاعتي بتبقى النواة بتاعتها بتبقى كأنها محطة إرسال، أنا بيبقى عندي بقى في جهاز الرنين المغناطيسي بيبقى في عندي جهاز استقبال مولف برضو على نفس التردد بتاع الهيدروجين، وبالتالي يقدر يستقبل أي يعني رد يجيلي من ذرة الهيدروجين. وبالتالي ببقى عارف برضو طالما انا عملت توليف للتردد اللي انا بستقبل عليه على تردد ذرة الهيدروجين، انا عارف ان ما يتم استقباله هو جاي من الهيدروجين بس. ممكن بقى نستعمل شدة الموجات المستقبلة لرسم خريطة لكثافة الهيدروجين الموجودة جوه الجسم، ودي بنفس الفكرة اللي احنا عملناها في أول مثال في المحاضرة دي لما كنا بنتكلم ان احنا بنسمع الرد من الجمهور اللي موجود في استاد رياضي علشان نقدر نعرف عدد الأشخاص اللي لهم اسم معين. هنا بنفس الشكل حسب شدة الموجات المستقبلة نقدر نرسم خريطة لكثافة ذرة الهيدروجين داخل الجسم. بالتالي نقدر ان احنا نلخص خطوات تصوير الرنين المغناطيسي في 4 خطوات. اول حاجه بنحط مجال مغناطيسي قوي، يعني الجسم نفسه بيوضع في مجال مغناطيسي قوي. مجال المغناطيسي القوي ده زي ما اتفقنا هو بيعمل حاله الرنين لذرات الهيدروجين الموجوده داخل الجسم عند تردد معين ممكن حسابه بنوعيه الذرات اللي موجوده وقيمه المجال المغناطيسي القوي اللي احنا حطيناه على الجسم. الخطوة الثانية بنرسل نبضات لموجات الراديو مولفة على تردد الهيدروجين. فمعنى كده ان احنا بنرسل من جهاز الرنين المغناطيسي بنرسل موجات راديو بتتفاعل او بتمتصها او بتسمعها ذرات الهيدروجين الموجودة داخل الجسم. بعد كده بترد ذرات الهيدروجين، فبنتم بعد كده استقبال موجات الراديو من الجسم، موجات الراديو اللي هي بيتم بقى بعد كده انبعاثها من الجسم بعد ما ارسلنا موجات الراديو في الاول، وده طبعا بيتم في وقت اخر بعد ما ارسلنا، احنا ارسلنا نبضه وبعد كده بنسمع بعد كده الرد بعد كده من الايه؟ من ذرات الهيدروجين داخل الجسم. وبعد كده الرد اللي هو جه ده بنحلله باستعمال كمبيوتر داخل الجهاز الرنين المغناطيسي، ونقدر بيه نكون صورة بالشكل ده كده، والصورة دي عبارة عن تركيز ذرة الهيدروجين في الأماكن المختلفة داخل الجسم. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني بإذن الله.